السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو غنحاول نشوفو كيفاش نعمل واحد التعبير باستعمال المتطابقات الهامة ليزيدونتيتي غوماركابل. إذا غادي ناخدو ثلاثة ديال الحالات. إذا الحالة الأولى عندنا إكس كاري زائد ستة إكس زائد تسعود، كيفاش نعمل هذا التعبير هذا باستعمال هاد المتطابقات الهامة؟ إذا أول حاجة خصني نحاول نشوف هاد التعبير هذا لمن تيشبه، شنو هي المتطابقة الهامة اللي يمكن لي نطبق، واش الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ كيبان لي هنا زائد زائد، إذا هنا عندنا زائد زائد، يعني غنطبق المتطابقة الهامة رقم واحد. إذا غنقلب على أ وعلى بي، إذا لاحظوا معايا هنا عندنا إكس كاري، يعني كنحاول نكسب هاد المتطابقة الهامة هادي أ على هاد الشكل هذا، على شكل أ كاري زائد جوج مضروبة أ مضروبة في بي زائد بي كاري. إذا إكس كاري زائد، لاحظوا هنا عندنا ستة إكس، هنا عندنا جوج، جوج في أ في بي، إذا ستة هي جوج في ثلاثة، جوج في ثلاثة مضروبة في إكس، وتسعود راه هي ثلاثة في ثلاثة، أي يمكن لي نكتب تسعود هي ثلاثة أس اثنان. إذا إلا لاحظتو هنا راه كنلقى أ كاري لي هي إكس كاري زائد جوج في أ لي هي إكس في بي، إذا بي هي ثلاثة، ثلاثة أس اثنان. إذا هاد المتطابقة الهامة يمكن لي نكتبها على شكل، قلنا هادي شنو كتساوي، هي أ زائد بي الكل أس اثنان، إذا إكس زائد ثلاثة الكل أس اثنان. المتطابقة الهامة الثانية، إذا كنلاحظو ناقص زائد، إذا غنستعمل المتطابقة الثانية نفس الفكرة، هنا غتولي ناقص، إذا غنولي غادي ندير إكس كاري، دائما داك الجوج نبينها في هاد المتطابقة الهامة، عندي عشرة إكس إذا هي جوج في خمسة مضروبة في إكس، وخمسة وعشرين راه هي خمسة مضروبة في خمسة، أي خمسة أس اثنان. إذا لاحظوا معايا مكتوب على شكل أ كاري ناقص جوج في أ في بي زائد بي كاري، إذا أ كاري بي كاري، إذا هي أ زائد بي ولا أ ناقص بي الكل أس اثنان، إذا أ كتمثلها إكس و بي كتمثلها كيمثلها العدد خمسة. الحالة الأخيرة عندنا إكس كاري ناقص واحد وثمانين، إذا لاحظوا بأن عندنا جوج ديال الحدود فقط دو تيغ، إذا غنشوف واش يمكن لي نستعمل هاد لو تيغم هذا. عندنا أ كاري ناقص بي كاري، أ كاري ناقص بي كاري، إذا غنشوف أنا واش يمكن لي نكتب هاد التعبير على شكل أ كاري ناقص بي كاري، إذا إكس كاري واحد وثمانين هي تسعود مضروبة في تسعود، إذا تسعود في تسعود راه هي تسعود أس اثنان، إذا هي مشو لهاد الشكل أ كاري ناقص بي كاري، إذا هي أ ناقص بي أي إكس ناقص تسعود عامل إكس زائد العدد تسعود.